سيد الرئيس سيد الوزير، ورانا هذه القضيه ديال 60% فاجاتنا بها، لان الامتحان ديال اليوم صافي، اللي دخل دخل، اللي ما دخل معنا ما باش اقل من 5% هذا النهار. وبالتالي سيد الوزير هذه فضيحه حكوميه. أسوأ واطول ازمه ديال كليه الطب هي دي اللي عرفتها اليوم. ما قديتوش كحكومه، اين هو رئيس الحكومه السيد الوزير؟ راه في الديمقراطيات العريقه الى 25000 طالب اللي معرضين لهذا المشكل ما لقيت لهمش الحل، الى 2000 طالب معرض للطرد نهائيا من الكليات، كيفاش كتقولوا لنا لا؟ والنقاط اللي قلتيهم لنا دابا ساهلين السيد الوزير. واش التاريخ ديال هاد السنين ولا 7 سنين ولا حل المكاتب ولا واش هذا مشكل كبير لهذه الدرجه نضحيو ب 25000؟ فين غادي يمشيو؟ هذا دليل على عدم انسجام الحكومه. وهادو ممكن كاسيتوهم باش يهاجروا يمشيو يقراو في دول اخرين، او لا يمشيو للقطاع الخاص اللي ولا عنده 40% من المقاعد في ظرف 4 سنين ولا 5 سنين. 40 عام والمغرب خدام باش دار هاد المقاعد للطب، جاو القطاع الخاص والان هما كيفتحوا ما عندهمش الميادين ديال التدريب بما في ذلك اوروميد ولا لونيفرسيتي انترناسيونال اللي جايه دير ولاد الناس في قريطره فين يديروا ميادين التدريب، ولا الشيخ خليفه اللي كيدير مع المراكز الصحيه وما عارفينش كاع الناس، ما كديروا تتبع، ما كديروا لا تقييم ولا حتى شي حاجه. فين باغي تصيفطوا هاد وليدات الناس؟ فين بغيتوا يقراوا؟ وبالتالي السيد الوزير ما عليكم الا تستقلوا الى هذا كليه وحده ما قديتوا. شكرا سيدنا ابن محترم.